تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زياره الى فرنسا، حضر خلالها مؤتمرين، مؤتمر يتعلق بدعم السودان خلال هذه المرحله، والاخر يتعلق بدعم اقتصاديات القاره الافريقيه ودول القاره الافريقيه. لكن هذه المشاركه لم تكن بمنأى عن اللقاءات والمباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو مع كبار المسؤولين الفرنسيين، وصارت في جميع الاتجاهات، الاتجاه السياسي، التعاون العسكري، التعاون في مكافحة الإرهاب، وأيضا الملف الاقتصادي والاستثماري على الصعيد أو على الصعيدين أو على صعيد البلدين. نتابع أولا هذا التقرير عن مجمل الزيارة ثم نعود لنفتح حوارنا على الهواء مباشرة، ابقوا معنا. روابط ممتدة وتاريخ طويل من العلاقات بين القاهرة وباريس، عززتها روابط شخصية وثيقة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد حرص الرئيس الفرنسي على استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزيه على هامش مشاركة السيد الرئيس في قمتي دعم المرحلة الانتقالية بالسودان وكذا قمة دعم اقتصاديات إفريقيا. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وفي نهاية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، عقد السيد الرئيس لقاء مهما مع السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال. تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. هذا وفي ختام الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الفرنسية باريس عقب زيارة مهمة استغرقت عدة أيام، وكان في وداع سيادته أعضاء السفارة المصرية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.
في ضوء كما ذكرنا اللقاءات اللي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا على هامش مشاركته في المؤتمرين أو القمتين، الملف الأبرز كان الملف الاقتصادي الثنائي بين فرنسا ومصر. بينضم إلينا مباشرة من باريس السيد طارق زياد وهبي الباحث في العلاقات الدولية. سيد طارق تحياتي لك وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من الاتجاه شمالا. ملامح العلاقات المصرية الفرنسية على الصعيدين السياسي والاقتصادي والتجاري في هذه المرحلة. مساء الخير يا سيدتي وشكرا للاستضافة. يعني لا يسعنا أن نقول من العاصمة الفرنسية إلا أن هذه الزيارة التي توجت بمؤتمرين وأيضا بمبادرة فرنسية جد مهمة يجب أن نتحدث عنها أيضا، وهي اللقاء الذي حصل برئاسة الرئيس ماكرون والرئيس السيسي واللقاء الافتراضي مع الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، وهذا الموضوع كان له علاقة بموضوع فلسطين وبالتحديد المشكلة في غزة. أما بالعودة إلى القمة الأولى التي هي كانت الأهم والتي هي كان لها علاقة بموضوع كيف سنعيد الاستقرار السياسي والديمقراطي للسودان ودعم السودان مستقبلا، كان لمصر دور جد مهم لأنها الجارة الأهم وهي الجارة الاستراتيجية التي تستطيع أن تعاون السودان في هذا الموضوع، والعلاقات المصرية السودانية كانت ولا تزال منذ القدم من أهم العلاقات الأفريقية في هذا الموضوع، والتي كانت داعمة أيضا لما نسميها الخط العربي القوي الذي يعتمد على الثقل البشري والذي يعتمد أيضا على المفهوم التعاون ما بين الدول. أما القمة الثانية والتي لها علاقة بمفهوم كيف تدعم المؤسسات الأفريقية وخصوصا بعد جائحة كورونا والتي لم ننتهي منها، ولكننا لا تزال التأثيرات السلبية لها يعاني منها كل الاقتصادات ومنها الاقتصادات الأوروبية أولا، يعني عندما نرى فرنسا أن النمو الاقتصادي هو ناقص 9%، فكيف تريدين يا سيدتي أو من دول بأفريقيا التي ليس لها يعني قدرة اقتصادية هائلة كالموجودة في فرنسا أن تكون لها دوران يعني نمو اقتصادي برقمين وبناتج إيجابي. إذن الرئيس السيسي وعدد من الرؤساء الأفارقة شددوا على أن تكون كل هذا التعاون الاقتصادي هو تعاون تنموي وليس تعاون فقط بمفهوم الدين والإضافة إلى الدين. وأنا باعتقادي نحن أمام رؤية جديدة للرؤساء الأفارقة الذين يريدون حقيقة أن يبنوا للمستقبل لدولهم نوع من التنمية المستدامة البشرية، والتي هي مبنية على أساس مشاريع تنتج ومشاريع تعطي لليد العاملة المحلية فرص عمل، وأيضا للمستثمرين المحليين أيضا استثمارات قد تكون لها يعني إنتاجيات مستقبلية مهمة في حركة دوران الاقتصاد. أذكر على سبيل المثال مثلا في مصر القطاع السياحي وما يحتاجه القطاع السياحي، أذكر أيضا قطاع المواصلات وبالتحديد قطاع السكك الحديدية وربط السكك الحديدية ما بين الدول الأفريقية، وأيضا قطاع الذي يعني الموانئ الجوية والموانئ البحرية، وأيضا ما يسمى البنية التحتية التي تخص المدن وتخص بالتحديد المجمعات السياحية التي هي في المستقبل القريب ستكون أيضا صورة لها علاقة بالحماية البيئية. نعم. وبالتعاطي الذي له علاقة بمستقبل أفضل للمواطن الأفريقي. طيب سيد طارق، ولكن كيف راعت القمة أو ما اتفق عليه خلال القمة، وتحدث عن الأخيرة المتعلقة بدعم الاقتصاد الأفريقي، كيف راعت أيضا استمرار الجائحة على المستوى العالمي وما تتسببه في تراجع الاقتصاد الكلي بشكل عام؟ القمة أنتجت ما نسميه لجنة متابعة، وهذه لجنة المتابعة ستكون أولوياتها ما يسمى الحد من يعني تأثير كورونا. ونذكر أن هناك لجنة متابعة لها علاقة بموضوع اللقاحات. الدول الأفريقية طلبت من أوروبا ومن الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك عدد كبير من اللقاحات
التي تساند الدول الأفريقية التي لا تستطيع شراء هذه اللقاح، ولكن هناك بعض الرؤساء الأفارقة الذين طلبوا، أعتقد أن الرئيس سيسي طلب أيضا أن يكون لا تعتمد أوروبا على ما يسمى فقط يعني حماية القطيع، بمعنى أنها ننتظر أن يتم أكثر من 50% أن يصابوا بالكورونا لكي يتم هناك ما يسمى نوع من تفاعل مع المرض قد يعطينا نوع من يعني مستقبلا أن تكون الدولة قادرة أن تتخطى هذا الفيروس. أنا باعتقادي الأهم هو كيف نساعد اليوم القارة الأفريقية بإنتاج ما يسمى نوع من بلانينج، تخطيط تام لموضوع اللقاحات وإيصال هذه اللقاحات. يعني نحن نعلم مصر أنها تعتمد على سبوتنيك، والآن في أوروبا هناك اعتماد كبير على بفايزر وعلى موديرنا وعلى أسترازينيكا، وكيف ستقوم هذه الشركات مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول المانحة أن تعطي لأفريقيا عدد من اللقاحات التي ستكون يعني مهمة في إعادة إحياء الاقتصاد، لأنه إذا لم يتم هذه اللقاحات سندخل في 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 حلقة مفرغة لها علاقة بارتفاع عدد المصابين وارتفاع عدد المتوفين. نعم. طب بالعودة للعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وفي إطار المباحثات اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس، كان على رأسها اللقاء الذي جمعه بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. فرنسا هي واحدة من أكبر أو من أكثر الدول الأوروبية استثمارا في مصر، لكن في ضوء ما تم، هل من المنتظر أن تزيد الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال المرحلة القادمة بالأخذ في الاعتبار في التنمية في مجالات عدة زي المشروعات الكبرى وأيضا الاهتمام بالبنية التحتية في مصر؟ نعم يا سيدتي، هناك يعني نوع من أوديت عام لمصر عند السلطات الفرنسية، وكما قلت لك هناك ثلاثة محاور. المحور الأول هو السياحة، يعني كل الاقتصاد الذي يدور حول السياحة. هناك أيضا المواصلات وبالتحديد المواصلات سكك الحديد، وأيضا هناك ما يسمى البنية التحتية بمعنى الطرقات وعملية الصرف الصحي، وأيضا حتى كان يحكى عن موضوع له علاقة بمواقع في قد يكون تحلية المياه أو مواضع لها علاقة بإنتاج الطاقة الكهربائية إن من الهواء أو إن من الطاقة الشمسية. إذن هناك مواضيع أنا أسميها مستقبلية لها علاقة بالاقتصاد القادم، الاقتصاد البيئي والذي يعتمد على بيئة أنظف. ولكن أيضا فرنسا تريد أن تقول لمصر أنها تستطيع أن تعطيها استثمارات، وكما نعلم جيدا هي عندها ثقة أن هذه الأموال سترجع يعني ستعطي دعما اقتصاديا ونموا اقتصاديا داخل مصر، وأيضا ستفي مصر بهذه القروض التي ستعطى والتي ستكون فعلا دورها فعال في إنعاش الاقتصاد المحلي. طيب السؤال الأخير متعلق بما ذكرته في البداية، وهو التباحث في القضايا الإقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والاجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي وأيضا العاهل الأردني. الآن فرنسا وهي تقدمت بالفعل لمشروع لمجلس الأمن لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة، كيف لها أن تتقدم فرادة مع عدم إجماع أوروبي على هذا القرار أو على هذا الموقف؟ أنا باعتقادي أن الرئيس السيسي يعتمد على موقف الرئيس بايدن الذي أيده في هذه المبادرة الأولى التي هي لها علاقة بأن تدخل مصر بمبادرة لها علاقة بوقف النزاع الحالي والبدء ليس البدء الآن نعمل بما يسمى المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. والتدخل الفرنسي هو تدخل مبني على أساس أن فرنسا هي قوة فاعلة لها علاقة بمجلس الأمن، وبما أن فرنسا تستطيع أن تقارب وجهات النظر مع بريطانيا والصين وروسيا وأمريكا، أنا باعتقادي أن تقدم فرنسا بهذا يعني بقرار إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص
يعني عليها أن يدرس جيدا، لأننا كما نعرف أن حتى المندوب العربي يعني الآن تونس في مجلس الأمن تستطيع أن تدخل ما يسميه يعني تطعيم هذا القرار بمواضيع لها علاقة بوقف العداء الإسرائيلي يعني فورا، وعدم إعادة المشكلة. هي أن إسرائيل تعودت أن تمارس هذا الإرهاب، أنا أسميه إرهاب حقيقة، دائما في هذا الموضوع. وأنا يعني نعول كثيرا على الموضوع الفرنسي، لأن الفرنسيين يعرفون جيدا أن ما حصل في غزة، برغم كل ما يقال على موضوع كيف تتعاطى حماس في هذا الموضوع، على الموضوع الدولي وكيف وما هي صفة حماس بالمفهوم الإرهابي أو غير إرهابي، هذا موضوع إنساني. نرى أن عدد الضحايا هم ليسوا من العسكريين، هم مدنيين، هم أطفال، هم نساء. وهذا الموضوع مصر والأردن وفرنسا ستتصدران يعني المواقف في مجلس الأمن لكي نصل إلى قرار مهم. وهذا القرار أنا باعتقادي سنصل إليه، لأنه لا يمكن للرئيس بايدن أن يكمل برفع الفيتو في مجلس الأمن أمام سياسة نتنياهو التي هي سياسة قاتلة وليس لها أي مستقبل في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية ولا حتى العلاقات العربية الإسرائيلية في المستقبل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من باريس العاصمة الفرنسية. طيب، الأمر المتعلق بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة هو موضوعنا في الفقرة الثانية من هذه الحلقة، واللي بيسعدنا أن نستضيف فيه الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن، تحياتي لك وأهلا بك معنا. يعني هو آخر سؤال، هو بداية حوارنا النهاردة، المواقف الدولية، وزي ما سألت ضيفي في باريس، لماذا هناك عدم إجماع على ردع إسرائيل أو حتى يعني حثها على وقف التصعيد ووقف الغارات؟ طيب، مساء الخير أستاذ أمل، شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني يمكن يعني القضية الفلسطينية والتصعيد الحادث دلوقتي والقصف المستمر على غزة، يعني أعتقد أنه بيحتل يعني اهتمام العالم كله، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. ولابد أن احنا قبل يعني ما نجيب على هذا السؤال نشيد بالجهود المصرية الحقيقة اللي بتبذل من أول يوم على المستوى السياسي والاتصال بالأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لمحاولة الوصول إلى تهدئة حقيقية يعني على الأرض، تمنع يعني ما نشهده من مخالفات للقيم الإنسانية، خصوصا أنه ما قامت به إسرائيل كان بيواكب يعني أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، ويعني مست في البداية مدينة القدس قبل أن تتحول إلى القصف على غزة. كلها يعني أثارت مشاعر المسلمين وأثارت مشاعر المصريين على المستويين الرسمي والشعبي، ويمكن كان ده سبب تحرك حتى على اعلى المستويات. ويمكن حضرتك شاهدتي التصريحات اللي ادلى بها الرئيس السيسي عقب القمه الثلاثيه اللي حضرتك اشرت اليها مع الرئيس ماكرون والعاهل الاردني، بانه ضروره وقف العنف ووقف التصعيد، لانه العنف لا يولد الا عنفا، والعنف الحقيقه هو معوق كبير جدا لعمليه التنميه اللي احنا بنبتغيها لمنطقه الشرق الاوسط، ويخالف حتى يعني مش بس القيم الانسانيه، يخالف حتى القواعد اللي احنا بنرسيها، يعني فكره حل الدولتين وان تكون هناك دوله فلسطينيه ودوله اسرائيليه يعيشان في امان لصالح الجميع. كل هذا، كل ما نشهده من حالة العنف والتصعيد من جانب إسرائيل، أعتقد أنه يخالف هذه القواعد أو هذه الأسس اللي احنا بنسعى إلى إرسائها في الوقت الحاضر. وأيضا لابد أن احنا نشير للمبادرة المصرية بإعادة إعمار قطاع غزة بحوالي 560 مليون دولار، كل ده بيمثل الحقيقه مسؤوليه مصر تجاه الفلسطينيين، وكمان حرصها وفتح معبر رفح طبعا، واستقبال المصابين واستعداد المستشفيات لتقديم الخدمات الصحيه، كل ده بينطلق من مسؤوليه مصر تجاه القضيه الفلسطينيه. حضرتك تعلمي ان مصر يعني اكثر دوله قدمت للقضيه الفلسطينيه، قدمت حتى الدماء قبل ان تقدم المبادرات الماديه واعاده الاعمار، وانطلاقا كمان من الحفاظ على الامن القومي المصري. ودي نقطة، ودي رسالة واضحة جدا يمكن أرساها الرئيس السيسي خلال زيارته لباريس. نيجي بقى للمواقف اللي حضرتك بتشيري إليها، سواء على المستوى الأوروبي أو بالنسبة للإدارة الأمريكية. حتى اللحظة الإدارة الأمريكية تعلمي أنها تشير إلى رسائل متناقضة، يعني في الوقت اللي هي بتقول فيه والله إحنا يعني بنشجع فكرة وقف إطلاق النار لكن ما بنحبزوش قوي، تمام؟ هي كأنها بتعطي ضوءا أخضر للإسرائيليين إنهم يستمروا في هذه الحرب الجهنمية اللي بتسال فيها الدماء وتراق فيها وتزهق فيها الأرواح، يعني بوجود مبررات بقى تحت زعم
بين قوسين يعني فكرة الدفاع الشرعي عن النفس، كأنه هي لا ترى المقاومة المشروعة لشعب محتل أرضه يعني مقبولة، يعني كلام غريب شوية. نيجي بقى للمواقف الأوروبية، حضرتك لاحظتي أنه الموقف الأوروبي، الاتحاد الأوروبي كما تعلمين 27 دولة هي من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل ومن أكثر المانحين للسلطة الفلسطينية في نفس الوقت، تمام؟ فهنا المواقف الأوروبية الحقيقة مش مواقف موحدة، هناك حالة من حالات الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي ما بين دول منحازة لإسرائيل تماما وعلى رأسها طبعا ألمانيا، وفي دول أخرى تمام يعني تتعاطف مع الفلسطينيين وعلى رأسها السويد. يمكن آخر لقاء للاتحاد الأوروبي كان بالأمس، تمام، فشلوا في أنهم يصلوا إلى قرار بالإدانة أو غيره، تمام، نتيجة أنه المجر والتشيك واليونان اللي هم لهم مصالح مباشرة مع إسرائيل منعوا قصة إصدار هذا القرار. ايه اللي بيخلي الاتحاد الاوروبي لا يستطيع رغم قوته الاقتصاديه دي ان هو يحولها الى قوه سياسيه ضاغطه على اسرائيل؟ ده السؤال. تمام، السؤال ببساطه انه الاتحاد الاوروبي لم يستطع حتى اللحظه انه يميز ما بين علاقات وثيقه وقويه مع اسرائيل وبين الممارسات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين. تمام، ما قدرش يفصل بين الاثنين، هو اعتبرها باكج واحد على بعضه، فبيتعامل مع اسرائيل على انها قوه اقتصاديه وبيدي الاولويه للمصالح الاقتصاديه على ما عداها حتى من الاعتبارات الانسانيه. وان كنت دايما ما احبش ان انا اوصف القضيه الفلسطينيه على انها قضيه انسانيه، هي قضيه سياسيه بامتياز، تمام، فيها ابعاد انسانيه ولكنها قضيه سياسيه بامتياز، قضيه حق شعب سلبت ارضه، حتى هذه اللحظه لم يحصل على هذا الحق. الانقسام في مواقف الاتحاد الاوروبي هو اللي مخليهم مش واصلين لاستراتيجيه موحده. ايه سبب بقى السؤال اللي حضرتك يمكن اشرتي اليه للضيف الكريم اللي هو فرنسا تقدمت بصوره فرديه؟ فرنسا تقدمت فعلا بقرار بناء على المباحثات التي جرت ويمكن بدافع مصري وبدافع اردني، تمام، تقدمت بهذا القرار لسبب مهم جدا، انه فرنسا بتحاول ان تستعيد قوه هذا الاتحاد الاوروبي في مواجهه القطب الامريكي. ويمكن حضرتك بتلاحظي ان فرنسا لها مواقف شويه بتبقى مختلفه عن المواقف الامريكيه، ما تبقاش تابعه بصوره كامله، تمام، فرنسا على وجه الخصوص عايزه تستعيد ريادتها داخل الاتحاد الاوروبي، تمام، بصرف النظر انه القرار ده ممكن يصل الى نتيجه ام لا، لانه احنا بالتاكيد عارفين انه يعني لرابع مره اذا عقد مجلس الامن قد تستطيع الإدارة الأمريكية استخدام يعني حق النقد، حق الفيتو لمنع إدانة إسرائيل مرة رابعة، مش لمرة ثالثة كمان، يعني ثالث مرة فشلنا برضه، تمام، فالمرة الرابعة في عرض القرار، لكنه بيكتسب دعم معنوي، ممكن يقول إن هو بيكتسب دعم معنوي. وهنا الحقيقة بتكتسب فيه برضه فرنسا مكانة دولية، أنها تقف إلى جوار الإنسانية، لا تنسي إن القيم الفرنسية الحرية والإخاء والمساواة كلها بتمثل ضغط طبعا على القيادة الفرنسية علشان تظهر هذا الوجه يعني في مساندة الفلسطينيين. طيب، لكن الوضع أو المرة دي في الضربات الإسرائيلية تختلف بعض الشيء، يعني التوقيت مختلف، إدارة أمريكية جديدة، لماذا لم نلحظ مثلا أنه حتى لو الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي لم يشارك بقرار واضح وصريح، لكن في مؤسسات تانية مثلا للاتحاد الأوروبي زي البرلمان الأوروبي مثلا كان دائم فيها كذا قضايا انه ينعقد، انه يدين استهداف مدنيين على سبيل المثال، انه يعود لاصل القضيه، استنادا كمان للمنظمات الحقوقيه العالميه اللي كلها بتدين اسرائيل وعلى راسها هيومن رايتس واتش. صحيح. اللي قالت ان دي جرائم فصل عنصري وجرائم ابارتايد، يعني فصل عنصري بالضبط. كمان سياسه التهويد وغيرها وتغيير الامر الواقع طبعا. طيب خليني ابدا مع حضرتك من البدايه، هو ايه ليه التصعيد حصل كده من داخل اسرائيل، يعني النظره السياسيه علشان نشوف انعكاسه على المواقف الاوروبيه. يعني انا بتصور انه يعني نتنياهو لما اتخذ القرار كان يقصد منه ان يكون تصعيدا محدودا. محدودا يعني ايه؟ هو بيواجه طبعا مشاكل سياسيه في الداخل، تمام، وفكره انه منافسه اللي بده يشكل الحكومه والكلام ده، هو عايز يقطع هذا الطريق على المنافسين. عمل ايه؟ ابتدى بقصه الشيخ جراح، يعني تهجير الناس من مساكنها بدعاوى وقضايا والكلام ده كله واستهداف الأقصى، على أساس أنه هذه الأمور تثير حفيظة، تمام، يعني العرب الموجودين، تمام، اللي هو ما كانش ممكن لبد يشكل الحكومة من غيرهم،
اللي هي القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، تمام؟ بطبيعة الحال لما يحصل توترات في منطقة القدس بالتأكيد هذه القائمة العربية الموحدة مش هتنضم إلى ليبيا اللي هو بيؤيد هذه التصرفات، يبقى هو هنا كسب هدف سياسي بقطع الطريق على منافسه لتشكيل الحكومة. لكن المسألة بقت أبعد من كده لما دخلت في صورة العنف والعنف المضاد، لما جت دخول المسجد الأقصى يوم ليلة الآد بالظبط كده بالظبط كده. هذا الاستهداف كله تمام هو يعني مقبول من جانب اليمين المتطرف الإسرائيلي ومن جانب منافس نتنياهو لابد نفسه، تمام؟ لكنه مرفوض من القائمة العربية الموحدة اللي كانت هترجح كافة أيهما في تشكيل الحكومة، هتعمل بقى التوازن بالزبط أو البالانس المطلوب بالظبط كده بالظبط. بالإضافة لأمر تاني أنه كان بيواجه مشاكل داخلية، اتهم بالفساد والسجن وغيره، هو بيظهر نفسه على أنه البطل، تمام؟ البطل الذي يحمي الأمن الخاص بإسرائيل، وده متواتر يعني في السياسة الإسرائيلية، وهو استخدم هذا الأمر بحرفية شديدة. لكن المسألة يعني اتسعت شوية، يعني المسألة اتسعت شوية مع القصف بقى المتبادل والصواريخ اللي كانت بتستهدف بعض المدن والكلام ده من غزة والقصف غزة واستهداف الأبراج السكنية والشقق. المسألة اتسعت بدرجة كبيرة جدا لدرجة صدمت العالم كله، يعني المسألة خرجت هنا عن نطاق التصور حتى بالنسبة للمنظمات المختلفة. الكل أدان الكل شجب، لكنه وقف عند هذا الحد، يعني لم يستطع أن يتخذ إجراءات أخرى لأنه وجد أنه الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر زي ما قلنا حتى هذه اللحظة. يعني بايدن هو يعني مش ده هو مساند بدرجة كبيرة جدا من أول لقاء له مع جولدا مائير حين كان عضوا شابا يعني في مجلس الشيوخ في 73 و74 حتى أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، تمام؟ لكن أقدر أقول لحضرتك حاجة تانية، أنه بعض المواقع الإلكترونية بتقدم تسريبات أنه المكالمة الهاتفية اللي قام بها بايدن مع نتنياهو تمام بتشير إلى أنه يعني لم يعد يستطيع أن يتحمل ضغط المجتمع الدولي عليه، ده بايدن تمام. الإدارة الأمريكية لبايدن لم تعد تتحمل هذا الأمر. ضغط المجتمع الدولي فقط ولا في ضغوط برضو داخل الكونجرس؟ لأنه شفنا في الفترة اللي فاتت أن الكونجرس ما هوش كله مساند صحيح لإسرائيل في التصعيد، صحيح. يعني ربما يكون مساند لإسرائيل بشكل عام كدولة كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، لكن في أدائها وفي ممارساتها الأخيرة ما بنش ده من الأعضاء أو صحيح. من أغلبية الأعضاء، حالة الانقسام اللي موجودة حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه تمام ما بين مساند وما بين يعني رافض لهذه الإجراءات يمثل ضغط آخر، يعني يمثل ضغط إضافي طبعا على إدارة بايدن. لا تنسي أنه بايدن بينتمي إلى الحزب الديمقراطي مش الحزب الجمهوري، لو كان إدارة ترامب ما كانش همه قوي القصة بتاعت الضغط سواء على المستوى الأخلاقي أو على المستوى السياسي، لكن هنا انتماء وقيم الحزب الديمقراطي نفسها تخالف ده، لأنه ما تمارسه إسرائيل من سياسات استفزازية وحرب حقيقية يخالف كل القيم الإنسانية اللي احنا بنتكلم عنها، تمام؟ مش بس بقى فكرة يعني مواضيع سياسية، لا كمان القيم الإنسانية هنا اهدرت في ظل هذه الحرب الجائرة. طيب في الأطراف الدولية أيضا وفي بداية الأزمة أو في بداية التصعيد الأمم المتحدة كانت نجدت الأطراف أعضاء الرباعية الدولية للانعقاد من جديد بعد توقف طبعا دام لسنوات كثيرة. هل هيبقى في مشكلة في روسيا مع حساسية العلاقات الأمريكية الروسية أو الأوروبية الروسية في هذه المرحلة؟ ده سؤال. النقطة الثانية، ما مدى استعداد روسيا وبوتين أن يلقي بثقله في هذا الملف؟ شوفي يعني فيما يخص السؤال الأول، أنا أظن أنه أي دولة كبرى وفي مقدمتها طبعا روسيا بتسعى أنها تتواجد في القضايا العالمية وأن تتشابك مع هذه القضايا العالمية بصورة أو بأخرى، تمام؟ ده بيمثل ما نسميه المكانة الدولية، يعني هو مش عايز يغيب عن الساحة. ليه؟ لأنه في حال ما إذا كان هناك تقسيم أو توزيع لأدوار لابد أنه هو يكون حاضرا بقوة بالضبط كده، تمام؟ دي نقطة، فدي محسومة. لكن كثافة هذا الدور هي اللي هيحكمها بقى مصالح كثيرة والعلاقات بينه وبين الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق مثلا بالعلاقات مع تركيا في منطقة غاز المتوسط. كل هذه المسائل هتعادل حسابات فيها قبل أن يلقي بثقله في داخل الرباعية الدولية. لكن بالتأكيد الدعوة إلى إحياء الرباعية الدولية هو حل ممكن. ليه؟ لأنه ما أظهرته الإدارة الأمريكية يا أستاذ أمل حتى اللحظة بيشير إلى أنه لابد أن نتخلص من فكرة الاحتكار الأمريكي لعملية السلام. يعني الإدارة الأمريكية ليست وسيطا نزيها أو منصفا، تمام؟ وده واضح أظن حتى هذه اللحظة. يبقى إحنا محتاجين أن إحنا نسأل سؤال، ماذا بعد التهدئة؟ يعني ماذا إذا وصلنا إلى تهدئة هنوصل لها يوم 2-3 هنوصل لهذه التهدئة، لكن ماذا بعد التهدئة؟ وده ارتباطا بقصة الرباعية، إنه ماذا بعد التهدئة؟ يبقى احنا عايزين نفكر في تسوية سياسية لهذا الأمر. هذه التسوية لا يمكن أن تنفرد بها الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تترك روسيا الولايات المتحدة تنفرد
بها، لأنه بالتأكيد روسيا طول عمرها بتحب أن يكون لها مناطق نفوذ في منطقة الشرق الأوسط. تمام؟ وبالتالي إحياء الرباعية الدولية هو أحد الحلول، لكن لابد أن يكون معه حل آخر أو مستوى آخر مهم، وهو طرف فلسطيني موحد، طرف فلسطيني موحد. لا تنسي أن هذه الحرب على غزة كان هدفها ضمن أهدافها إحداث انقسام في الصف الفلسطيني. تمام؟ يعني يضعف الجهود اللي بذلتها مصر في فبراير ومارس في لم الشام الفلسطيني، إعلان انتخابات وتأجلت بسبب عدم إجراء الانتخابات في القدس، ودي كانت البداية. تمام؟ فالمواقف الأوروبية وموقف روسيا أعتقد أنهم حيرحبوا بفكرة الرباعية الدولية، لكن فكرة الرباعية لابد أن تكون وفق أسس. احنا هنتكلم على اساس ايه؟ على اساس حل الدولتين، ولا على اساس تبادل اراضي، ولا على اساس طرف فلسطيني موحد، ولا طرف فلسطيني منقسم؟ على اساس رعاية عربية ورعاية دولية على سبيل المراقبة او المتابعة او الدعم ايا ما كان؟ كل ده هتحسبه روسيا قبل ما يبقى فيه كثافة في التواصل داخل الرباعية الدولية. لكن هل المناخ مؤهل انه يبقى فيه هذه المرة تسوية سياسية ملموسة على غير السنوات الماضية اللي إسرائيل بتصعد فيها وتبتدي ان هي تقصف في المدن الفلسطينية، فالأمر بيتحول الى مؤتمر او قرار بدعم اقتصادي مثلا قطاع غزة او المدن المتضررة، وبيبقى وبتخلص على كده. يعني ما بيبقاش فيه اطراف دولية فاعلة انها فعلا يحصل يجي قرار من مجلس الامن بموجب قوة مجلس الامن للتنفيذ او حتى لبداية مراحل تسوية مراحل حتى. شوفي، علشان نوصل من وقت اسلو بقى مدريد وتسعينيات القرن الماضي، احنا في معضلة حقيقية. معضلة اطرافها ايه؟ طرفها الاساسي هو الخبرات السلبية عن ما كان يحدث سابقا، يعني تمام؟ والمعضلة الطرف الثاني بتاعها حتمية اللجوء إلى التسوية السياسية. ما هو أنت ما عندكيش حل آخر إذا كنت ترغبي في أنك تعيدي هيكلة المنطقة، تمام، وتبني يعني اقتصاد مزدهر وتنمية حقيقية لدول المنطقة كلها، لابد من إعادة تسوية هذا الأمر. ويمكن أحد المبادئ الأساسية كانت في التحرك المصري حاجتين يا أستاذ أمل، هو رفض السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تجاه مدينة القدس، ورفض سياسة الأمر الواقع. والحاجة الثانية إنه ما يحدث من تصعيد اللي هو معوق للتنمية هو نتيجة طبيعية لعدم تسوية هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادي. بالضبط، بشكل عادي وشامل، بشكل عادل وشامل. تمام؟ حتى هذه اللحظة دي المعضلة الأساسية، ان انت عندك حتمية الحل، لازم تلجأ الى تسوية سياسية. تمام؟ لانه استمرار العنف معناه عنف مضاد ودائرة لا تنتهي. تمام؟ فانت لازم توصلي لنقطة بداية جديدة، بس نقطة البداية الجديدة دي تحتاج الحقيقة قبلها عدة امور، أهمها مثلا أن الجنائية الدولية تمارس ولايتها في إجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ده هيمثل أداة ضغط مهمة جدا. استخدام التقارير الدولية وتوثيق حتى الشهادات العالمية مما يجري من جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، ومحاولة تغيير الأمر الواقع وتغيير الواقع الديموغرافي، كل الكلام ده اللي هي عايزة توصل من خلاله لإيه؟ إن هي لما تقعد على مائدة المفاوضات تبدأ من النقطة اللي هي انتهت عندها، انا وقفت لغايه هذه النقطه، فهنبدا من بعدها، مش هنرجع للاول للاساس اللي هو الارض المحتله والقرارات الدوليه ذات الصله. لا، هو ده اللي عايزه تهدف اليه اسرائيل. يبقى مش هنقعد في تسويه سياسيه الا اذا كنا عارفين الاسس بتاعتها شكلها ايه. الدعم العربي الدائم والمستمر، ويمكن مصر قادت هذه المساله تمام حتى هذه اللحظه، تمام، اتمنى انه يحذو حذوها تمام باقي الاشقاء العرب ويقدموا الدعم، مش بس الدعم المادي، يعني في المحافل الدوليه المختلفه. تمام؟ عند حضرتك اجراءات كثيره كان العرب يستطيعون ان يتخذوها، يعني انت عندك تخفيض البعثات الدبلوماسيه، تقليل عمليات التعاون الاقتصادي، يعني في ادوات ضغط يمتلكها العرب حقيقه ويستطيعون ممارستها بحق اسرائيل لوقف هذه الانتهاكات والتجاوزات التي لا يمكن تفسيرها الا انها جرائم حرب وينبغي معاقبه مرتكبيها. نعم، اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسن سلامه استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا اليوم في هذه الحلقه من الاتجاه الشمالي. الشكر دائما موصول لحضراتكم متابعه حلقات الاتجاه الشمالي، اما انا التقي بكم الاسبوع القادم في ذات الموعد. الى اللقاء.